هذا الملتقى العلمي المتميز، لا شك أنكم وقفتم على أهمية الرسالة التي أراد أن يبلغها من خلال العدد المعتبر من الأبحاث التي ستقدم خلال اليومين، والتي تتناول جهود الزوايا العلمية في مجال التربية والتعليم على امتداد العقود، ما قدمته هذه الزوايا للأمة وما ينتظر منها أن تقدمه اليوم في حاضرنا وفي مستقبل وطننا وأمتنا. هدف الملتقى، هدفه الأساس إبراز حقيقة الزوايا التي تعرضت على مر التاريخ إلى تشويه وإلى تلفيق، وكذلك الهدف الثاني كيف ربت هذه الزوايا الأجيال وكيف حصنتهم بالمبادئ والقيم الإسلامية السمحاء، وكيف قاومت هذه الزوايا ورجالاتها قاوموا الاستعمار الفرنسي بدءا من الأمير عبد القادر إلى ثورة التحرير الوطني. فكانت تربيتهم للأجيال تربية أخلاقية، تربية روحية، تربية سلوكية، تربية جهادية ضد الاستعمار الفرنسي.